بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس الاكسل. النهارده هنتكلم على درس انا شخصيا بحبه، وهو تغيير صوره بناء على قيمه في قائمه. فكره الدرس ببساطه، لو انا عندي مجموعه من اسماء الموظفين هنا وصورهم، ينفع اعمل قائمه هنا فيها اسماء الموظفين بحيث كل ما اختار اسم الصوره تتغير بشكل تلقائي؟ هو ده موضوع درس النهارده. درس النهارده ينفع يتطبق على اوفيس 2003 وعلى اوفيس 2007 وعلى اوفيس 2013، لان الطريقه اللي احنا هنستعملها مش موجوده في اوفيس 2010. تعال نعمل ملف جديد ونبدا القصه من الاول خالص. اولا انا بس محتاج ان انا اغير الهايت بتاع الخلايا دي، فمن رو هايت وليكن نخليه 100، ونغير الكولم ويدث نخليه مثلا 50، بس يبقى عندي خلايا كبيره شويه عشان احط فيها الصور. تعال نكتب فعلا اي اسماء، وليكن مثلا احمد، علي، ياسر. ينفع اكتب اي حاجة هنا؟ ينفع بعدة شروط. ما ينفعش ابدأ برقم، ما ينفعش يكون فيها مسافة، ما ينفعش ابدأ برقم، ما ينفعش يكون فيها مسافة، ما ينفعش ابدأ بفاني كاركتر، ما ينفعش استخدم حرف السي، لان احنا الحاجات دي هنستخدمها از نيم رينج، والحاجات دي ممنوعة في النيم رينج. طيب تعال نحط هنا صور. تعال نحط صور من الكليب ارت بتاعت مايكروسوفت بيكتشر اونلاين. تعال نقول له مثلا ان احنا بندور على صور اشخاص رجال مان. تعال مثلا ناخد ده. بس اصغرها. اولا انا رأيت، لو انتوا واخدين بالكم، ان الصوره موجوده داخل الخليه، كل صوره من دول جوه حدود الخليه بالظبط. ده شرط من الشروط علشان الدرس ده يتم بشكل صحيح. تعالوا نقول انا عايز اعمل هنا قائمه باسامي الاشخاص من داتا فاليديشن اللاو ليست. الليست بتاعت السورس بتاعها هو الثلاث اسماء دول. تعالوا نتاكد كده اهو احمد. طيب تعالوا بقى نظلل الثلاث اسماء دول مع الثلاث صور، وهندوس من الكيبورد كنترول شيفت مع اف 3، او من الفرمولة عندي حاجة اسمها كرييت فروم سيلكشن، يعني يا اما هدوس هنا يا اما من الكيبورد، ودي الطريقة اللي انا بفضلها كنترول شيفت اف 3. الاسماء موجودة فين؟ الاسماء موجودة على الشمال ليفت كولم. اوكي، وانا الفرمولة من نيم مانجر هقول له ان انا هعمل نيو نيم. النيو نيم ده عبارة عن ايه؟ النيو نيم ده انا هكتب هنا اي اسم بنفس الشروط، ما يكونش فيه مسافة، ما يبدأش برقم، ما يكونش اسمه سي ولا في فاني كاركترز. تعالوا نقول ان اسمه فايند بيكتشر، اسمه اي اسم. فايند بيكتشر ده عباره عن يساوي اندايركت، وافتح قوس واخد الخانه اللي فيها الليسته بتاعت الناس وهقفل القوس. يبقى انا عملت نيم اسمه فايند بيكتشر عباره عن اندايركت، عباره عن تحويل القيمه اللي موجوده في الخلايا E1 كلوز. هاخد اي صوره من دول اعمل لها كابي بيست، او ادوس كنترول واسحبها، وانا واقف عليها هاجي هنا في الفورمولا بار واكتب يساوي، واكتب الاسم اللي انا كتبته اللي هو فايند بيكتشر، واقول له علامه صح كده. خلاص كل ما اختار اسم من هنا هتتغير الصوره بناء على الاختيار بتاعي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.